حتى نعمل هيك رح نستعمل instruction اسمه P. P بيساوي translate capital T. T مش فيها translation أو فيها position وفيها orientation. شو بيعمل instruction هذا translate؟ بيستخرج البوزيشن اللي هو الكولوم الرابع مش هيك؟ بحطهم في P. فP بيصير vector. لكن لو كان T إشي عماله بتغير مع الزمن يعني إشي أعقد من هيك فبصير هذا كمان لأنه T هون اتطلع Q نرجع لQ. Q إيش هي؟ إذا إحنا مش متأكدين نطلع على Q ها جيبوا Q من هون هيها Q فيها 41 في 6 مظبوط؟ طيب لما بحط instruction forward kinematics Q وQ مش رو واحد إيش رح يطلع معي هون؟ رح يطلع معي 41 T فT عبارة عن 41 array أو 4 في 4 مكررة 41 مرة كل واحد من هذول بتناسب مع Q وإذا بدك تتأكد هي شوف هون رح ناخذ instruction هذا رح أرد أخذ instruction اللي هون أنا عارف Q إنها 41 في 6 رح ناخذ instruction هاي عظمة instruction هذا إنه بفهم علي إنه Q مش سطر واحد أوكي Q مش instance واحدة Q في لها rows 41 row فشوفوا T شو بتطلع 41 عفوا capital T إذا بتطلعوا الآن على capital T شوفوا شو فيها فيها صارت 3 dimensional matrix T أوكي شو يعني 3 dimension؟ لاحظ هي هون عندي اشي هون واشي هون 41 يعني عم بقول الاحداثي السطر ال 41 من هاي او فصارت تي شكلها زي هيك تي اللي طلعت معنا مش تي اصلا هي 4 في 4 زي لايرز اوكي فبتصير عندي اي تي اللي بعدها وهي تي اللي بعدها وهي تي اللي بعدها من هون لانه تي الأولى تتناسب مع كيو الأولى كيو إنيشال فهذه هون اللي هي تي إنيشال بتقابل كيو إنيشال وبالنهاية رح أوصل في النهاية إنه تي فاينل هي اللي بتقابل كيو فاينل نذكر حالنا العلاقة بين تي وكيو إيش هي؟ كيو هي البوز معبر عنه بالجوينت سبيس يعني بالزوايا ثيتا 1 لثيتا 6 كابيتال تي هي البوز بس معبر عنه بالاورينتيشن والبوزيشن تبع التول بالنسبه للبيس هذا احداثياته او الدايمنشنز تبعته 4 في 4 هذا الدايمنشنز تبعته 1 في 6 لكن هم الاثنين طريقتين مختلفتين للتعبير عن البوز تبع الروبوت مظبوط فانا كان عندي 41 كيو مشيوا من كيو انيشال لكيو فاينل فقابلهم 41 تي بدوا من تي انيشال كابيتال تي انيشال لكابيتال تي فاينل بس هذا ستراكشر صار كيو ها شايفين كيف هذا التي صار فيه له دايمنشن جديد اللي هو 41 طيب شو يعني الكولون هاي اللي هون كل يعني اعطيني كل شيء موجود في هذا في الدايمنشن الاول اللي هو 4 في 4 راح يكون فكل الاربعه هون وكل الاربعه هون كاني جبت سلايس من تي تي صار كانه مكعب ورحت انا اخذت سلايس من تي لما اخذ سلايس من تي المكعب شو راح يطلع معي 4 في 4 فالاخر واحد اللي هو بتناسب مع كيو فاينل هو هذا فكيو فاينل بتناسب مع تي 41 اللي هو الزد تبعه وراح يكون في تي 40 وهي تي 39 وتي 38 وتي 37 هذول كلهم بتناسبوا مع كيو مع الروز المختلفه تبعت كيو كيو هي هذا اذا بقابل هذا بشوف ايش بقابله بكيو كيو هي كيو انيشال وهي كيو فاينل وكيو انيشال عباره عن ست ارقام الست ارقام هذول كيو انيشال بتناسبوا مع تي انيشال والكيو فاينل هو ست ارقام موجود كمان في الماتريكس هاي في من كيو فاينل والكيو فاينل بتتناسب مع كابيتال تي فاينل انا مين بقدر احرك في الروبوت فيزيكلي ايش اللي بقدر امسكه في الروبوت واحركه؟ الكيو مش هيك؟ ما في عندي طريقة أحرك هدول، بس أنا هدفي أعبر عن البوزيشن والأورينتيشن تبعتي بالكارتيجن سبيس بالتي. فأنا مين التول اللي بتتحكم فيه؟ المحركات اللي مركبهم على الستة جوينتس من هون حتى يحركوا هذا. فحتى أحرك الروبوت بلعب في الكيوز. وهذا بحقق لي الكابيتال تي اللي موجودة هون اللي هي البوزيشن والأورينتيشن. أوكي ماشي واضحين؟ فإحنا طلعنا تي. هلا هون لما باجي بقول بي بتساوي ترانزليشن لكابيتال تي لو كابيتال تي كانت بس 4 في 4 رح يطلع منها فيكتور اكس وواي وزد بس تي بالحاله هاي عباره عن 41
هون او 4 في 4 في 41 في 41 لاير. ففي راح تكون عباره عن حركه اكس واي زد في الفضاء. فراح ناخذ هذول كيو كوبي. هي طلعت معي هيها بي، هذه بي، واذا بتطلعوا على بي الان هي بي. بي عباره عن اكس واي وزد، عمالي بتحرك بالفضاء. لاحظوا ايش صار بالزد فيها، لاني انا عمالي بتحرك على الزد، بس اللي تحرك عندي هو الاكس والواي. اكس والواي، واظن اذا ربعت هاي وربعت هاي وجمعتهم واخذتهم تحت الجذر اعطوك مسافه ثابته. فاهمين كل الاكس والواي تعطيني هي، لانه الطول هذا ضل ثابت منه، لانه الالبو والشولدر ما تحركوش. طيب خلينا هلا نحاول نرسم هذا ونشوفه شو هو. فاللي راح ارسمه الان قبل ما اروح على الجي تراجكتوري، هلا راح اعمل بلوت. شوفوا ايش عملنا هون، ايش هذا الانستركشن بيعمل كوبي. طلعوا على هذا شو بيعمل، بيجي بقول بلوت، اعمل لي بلوت لبي. اكس هو الرو الاول، الكولم الاول من بي، واثنين هو الرو الثاني من بي اللي هو الاكس والواي. فاعمل بلوتنج للاكس والواي على كل ال 41 سكشن. هاي الكولون كانها بتقول everything او all. الكولون اللي موجود هون كانها بتقول كل شيء، خذ كل شيء من هون. فخليني اعملها هلا هون. طلعوا هاي شو معناها؟ هذا على فكره اظن هو الاكس، هاي الاكس اكسس، هاي الارضيه اللي عم بتحرك عليها هون، عم بتطلع على الروبوت من فوق. هاي هي البوزيشن تبع التول. ايش احنا الانيشال اورينتيشن اللي طلبناها؟ طلبنا 0.4.2 0 زيرو، لانه هذا الزد بلين اللي احنا عم نشتغل فيه. وطلبنا منه وين يروح؟ على 0.4 ماينس 0.2. وزن حركنا كمان الريست، بس انا مش مطلع هون على الريست، ماشي؟ هلا حددت له كيف يتحرك بينهم؟ لا، هو بتعرفوا شو عمل؟ هي اذا بدي احاول ارسمها انا هيك، هي مسك هون، هي كان الروبوت، نفترض الروبوت مركزه هون، وكان حاطط التول هون، هي التول بدت معه هون. ايش تعمل؟ ضل يلف بهذا الشكل لانتقل. فحرك ثيتا 1. لا مش اقصر مسافه، سهل على حاله بالثيتاز، ما غيرش الثيتاز اللي فيش حاجه يتغير. ممكن يكون الكيرف اصغر من هون لهون بالشهر. ايش هو؟ يعني الكيرف ممكن يكون اصغر من هيك، يعني هلا هو انا بقول لك الكيرف ليش مبين، مش مبين دائره؟ لانه اظن هدول الاحداثيات مش مساويه لهي الاحداثيات بالطول، هاي المفروض تكون دائره. اوكي؟ بس طلعوا هون، قديش من هون لهناك؟ 0.39 ل 0.45 0.06، بس من هون لهون 0.1 اكبر بكثير، فهذه مبينه مشوهه. فاهمين ليش عن ايش هي مشوهه؟ ما بعرف اذا بين، حتى هون مش مبين هذا الاكسس، غير انا اجبر الاكسس يكونوا متساويين. او في انستركشن. الكل فاهم هذا ايش مثل؟ لو طلعت على الروبوت من فوق وشفت الاوريجن تبع التول كيف ببين؟ ببين معي هو دائره، المفروض يكون دائره لو الاكسس هذا مساوي للاكسس هذا، بس احنا مش راسمينه هيك، مش راسمينهم متساويين. ليش طلع معي هيك؟ لاني انا ما حددت له شيء بالان بتوين، مضبوط؟ ما حد، انا بس حددت له تي 1، حددت له تي 2، بعدين قلت له انتقل من تي 1 لتي 2، نقل تي 1 وتي 2 لكيو انيشال وكيو فاينل، بعدين غير من كيو انيشال لكيو فاينل. هلا لو في اوبستكل هون موجود ايش كان راح يعمل؟ ضربه. لو انا الان بدي اياه يتحرك هذا الخط هيك. دكتور لو عدت نفس الانستركشن ممكن ناخذ الطريقه الثانيه صح؟ بالحاله هاي راح ياخذهم نفسهم، انا يمكن كان اجبرته انه شيء ثاني، بس لو عدت نفس الانستركشن راح يمشي نفس المسار. بس انا الان هلا راح اعمل الكارتيجن تراجكتوري بلاننج، اوكي؟